88 ملعبه الان سالم يمر فيها سالم لمسه موجوده الله شل هوب جول 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 اول هلالي الشل هوب لمسه الهداف لمسه الموهوب تحل الموضوع الهلالي في شوط المباراه الاول واحد الهلال واحد الهلال محمد الشلهوب كسر فيها دفاعات سالم كسر فيها دفاعات سالم الداسري والشلهوب لمسته الخاصة الموهوب الشلهوب الموهوب الشلهوب هدف المباراة الأول للهلال هدف المباراة الأول للهلال في الدقيقة 40 هذه الكرة شوف سالم مر الكرة كان في اتكالية لكن الشلهوب صعب صعب يكون في اتكالية مع الشلهوب مرت حسبها عدت لكن ما تعدي من الشلهوب شافوها عدت شافوها سهلة لكن الشلهوب كراته ما هي سهلة كراته ما هي سهلة محمد الشلهوب لمسة في الجول